ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشرح سوا المحاضره رقم 4 من كورس ارتفيشال انتليجنس من هواوي. محاضرتنا النهارده اسمها ماشين ليرنينج اوفر فيو. هناخد نبذه عامه كده او نظره عامه على الماشين ليرنينج. تعالوا نبص على الكونتنت قبل ما نبتدي. بس بيقول لك ان الماشين ليرنينج دوت هو اهم حاجه في الفيلد بتاع الاي اي. فالشابتر دوت هيركز على المين كونسبت بتاع الماشين ليرنينج، الكلاسيفيكيشن بتاع الماشين ليرنينج، عملية الماشين ليرنينج نفسها بتتم ازاي، واشهر الالجوريزم اللي بنستخدمها في المجال ده. طيب احنا هدفنا ايه اصلا من الشابتر دوت؟ ان احنا نفهم يعني ايه ليرنينج الجوريزم اصلا، والماشين ليرنينج بروسيس دي بتمشي ازاي، نعرف الكومن ماشين ليرنينج الجوريزم، وفي الاخر خالص هنطبق كل اللي احنا اتعلمناه وعرفناه في الشابتر دوت على يوز كيس في الاخر كده. تمام، بس قبل ما نبتدي انا عايز اقول لك المحاضره النهارده تقيله شويه وطويله حبتين. لو بص تحت على الشمال كده في 100 سلايد، فصحصح نفسك، اعمل لك كوبايه شاي ولا نسكافيه ولا حاجه كده، وبعدين تعالى نبتدي. دي الكونتنتس اللي عندنا في المحاضره بتاعت النهارده. اول حاجه عندنا نعرف ايه هي الماشين ليرنينج اصلا كديفينيشن، بعد كده نعرف انواعها، بعد كده نعرف البروسيس نفسها تمشي ازاي، بعد كده نعرف طرق اكتر نطبق بيها الماشين ليرنينج دوت، واخر حاجه خالص هنعرف ايه هي الكومون يوزد ماشين ليرنينج الجوريزمز، ونطبقها في الاخر على ايه، على كيس ستادي. يلا بينا نبتدي. يبقى اول حاجه خالص ايه هي الماشين ليرنينج. بيقول لك الماشين ليرنينج هو دراسه اليات التعلم. اليات التعلم بتاعت ايه؟ بتاعت الاله، ازاي الاله نفسها بتتعلم. ازاي بقى الكلام دوت؟ عن طريق ان هو بياخد داتا، الداتا دي بتمثل اكسبيرينس معينه، ويطبق عليها الجوريزمز، وبعد كده نقدر احنا نقيس التعلم دوت بالميجر البرفورمانس بتاعه، فنعرف هو اتعلم صح ولا لا، هل هو فعلا التاسك ديت حصل لها اكومبلش، يعني نجحت تماما، نجحت فعلا وهو قدر يتعلم ولا لا. البني ادم الطبيعي بيخوض بعض التجارب، بي عنده اكسبيرينس، الاكسبيرينس دي بتولد عنده ريجولاريتي او منطق، بحيث ان هو بعد كده لما يجيله مشاكل جديده كمدخلات يقدر يقارنها بقى بالمنطق اللي عنده اللي هو اتعلمه دوت، فيقدر يتنبأ او يقرر هو هيقدر يعمل ايه او يتعامل ازاي مع الموقف اللي هو فيه ده حاليا. نفس الكلام بالظبط بيحصل في الماشين ليرنينج. الداتا نفسها، الاله نفسها بتاخد الهيستوريكال داتا ديت، تعمل عليها تريننج، تتدرب عليها، فتكون موديل. الموديل ده اللي هي بتفكر بيه، او القوانين اللي هي بالنسبه لها هو دوت المنطق بتاعها، بحيث ان انا لما ادخل لها داتا جديده اللي اتفقنا ان احنا بنحطها في الداتابيز في المحاضره اللي فاتت، تقدر تقارنها بقى بالموديل اللي عندها دوت، فتقدر تتوقع لي الحاجات اللي هتحصل في المستقبل او تاخد قرارات نيابه عنها. طيب ايه الفرق بقى ما بين الماشين ليرنينج والرول بيزد الجوريزمز اللي كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت؟ الرول بيزد الجوريزم انت اللي بتقول لها المنطق بتاعها، انت اللي بتقول لها لو لقيتي كذا اعملي كذا، لو لقيتي كذا اعملي كذا. لكن في الماشين ليرنينج لا، انت بتدي لها الداتا بس، بتدي لها شويه البيانات اللي انت جمعتها، هي بتقدر بقى تربط ما بينهم وتستنتج منهم حاجات، ان هو لو كذا يبقى كذا، هي اللي بتستنتج القوانين دي نفسها. ولكن طبعا الموضوع بيكون اعقد بكتير من مجرد القوانين اللي انت بتكتبها بنفسك دي. القوانين دي اللي هي اللي بالاصفر هنا هي الموديل ده، هي بتاخد الداتا اللي انت دخلتها لها دي، تعمل عليها ماشين ليرنينج، تتعلم منها، تقدر تربطها ببعضها وتعمل موديل، بحيث الموديل دوت لما ندخل له الداتا يقدر يخرج لنا التوقع او البريدكشن. بعد كده بيقول لي والله ايه هي الابلكيشنز اللي ممكن نطبق فيها الماشين ليرنينج. بيقول لك في حاله ان القوانين تكون معقده قوي، ان انا مش قادر اصلا اكسبريسها او اكتبها بشكل يقدر ادخله للبرنامج فيفهمه، او تكون التاسكس عندي او الرولز اللي عندي بتتغير اول باول، او يكون اصلا الداتا بيحصل لها ابديت على طول، الداتا عمال كل شويه يحصل لها ابديت، زي البورصه او الاسهم او المثال اللي احنا عاملين نتكلم عنه من اول ما بدانا، ان انت تبقى عايز تستثمر اسهمك او فلوسك في اسهم، فالاسهم دي كل ثانيه بتتغير، كل دقيقه بتتغير، فانت الداتا عمال يحصل لها ابديت ابديت ابديت، فساعتها تحتاج بقى ماشين ليرنينج ان هو يقدر يواكب التطور دوت او التحديثات دي. وبعد كده اداني جراف صغير هنا بيقارن ما بين حجم المشكله والكومبلكسيتي بتاعتها، وعلى اساس دوت بقى نستخدم ايه. لو المشكله اصلا صغيره وما هياش معقده فهي خلاص المشكله بسيطه مش محتاجه اي حاجه اصلا، لكن لو المشكله كبيره بس اقل تعقيدا او تعتبر سيمبل، يعني اقدر اكسبريس القوانين بتاعتها دي بنفسي، ساعتها بعمل ايه، الرول بيزد الجوريزمز. لو ضربت مني خالص ومش قادر وكل حاجه فيها صعبه، ساعتها بحتاج الماشين ليرنينج. غير كده هو بشتغل بقى مانوال رولز، اللي هو تكون المشكله نفسها صغيره عندي بس كومبلكس شويه، فما اقدرش مثلا اعملها في دماغي، ما هياش مشكله عاديه، ساعتها بقعد اكتب بقى مع نفسي كده شويه قوانين عشان افكر بيها. طيب فكره برضو الماشين ليرنينج شغال ازاي من جوه؟ انا بيكون عندي تريننج داتا اللي هي تحت دي، تمام،
الترينج داتا ديت بتكون عبارة عن الانبوت وما يوازيه كاوتبوت. والله الشخص اللي مصدر دخله كذا اشترى بيت مثلا حجمه كذا، والمصدر دخله كذا اشترى بيت كذا، فكلها اكس واي اكس واي. فانا التارجت بتاعي ان انا الاقي فانكشن اسمه اف بيعمل مابينج من الاكس لواي باقل ايرور ممكن. بمعنى ان انا لما ادخله الاكس ديت يطلع لي الواي. لما اقول له والله طب لو واحد بقى ايه مدخله مثلا 5000 هيشتري بيت مساحته كام، يقدر هو بقى يعمل المابينج دوت بطريقه اقرب للصواب. تمام، فاحنا بندخل له التريننج داتا ديت. الايديا اللي عندنا ان احنا نوصل للاف، بس ده ما بيحصلش، ان الموضوع ما بيكونش بالسهوله دي. فبنسلك المسار ده بقى ان احنا بنطبق شويه ليرنينج الجوريزمز، والاكتشوال اللي بيحصل ايه ان هو بيطلع لنا فانكشن تاني اسمه جي، هو قريب قوي من الاف بس ما هوش اف. طبعا كل ما يكون الموضوع احسن كل ما بيكون الابروكسيميشن دوت اقرب، كل ما بيكون الايرور اقل، كل ما بيكون المشكله او الفرق ما بين كل ما بيكون الفرق ما بين الجي والاف اقل، فيكونوا فعلا اقرب لبعض، فكون انا عمال بقرب للصح فعلا. طيب اشهر بقى ثلاثه باثز بنستخدم فيهم الماشين ليرنينج دوت، حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن والريجريشن والكلاسترنج. وعشان نفهم الموضوع ده بشكل اوضح تعالوا نرسم شويه رسومات كده نفهم. عايزك تفكر في الكلاسيفيكيشن ان هو عباره عن اله، تمام، بتاخد الانبوت من هنا وهي قدامها تحت كذا سله او كذا صندوق او كذا كونتينر، وخلاص هي بتشوف الانبوت اللي دخلها دوت مكانه في اي واحده منهم على حسب الصفات اللي فيه او التريتس اللي فيه او الاتريبيوتس اللي عنده، بتشوف هي هترميه في اي سله من دول. الموضوع بكل بتلك البساطه. تمام، ده كده الكلاسيفيكيشن. اكتر شويه مش ممكن والله يكون في كيرف شويه، مش ممكن يكون الكيرف بالعكس، ممكن مليون حاجه. فهو دوت الباث بتاع الريجريشن في الماشين ليرنينج، اللي هو يقدر يوصل بقى لاني شكل خط هو اللي يقدر يديسكرايب البيانات اللي عندي دي او الداتا اللي داخله لي دي. اخر نوع معانا بقى اللي هو الكلاسترنج. عايزك تفكر فيه زي ما تيجي تروق المكتبه اللي عندك في البيت. بيبقى عندك المكتبه هيت مليانه شويه داتا كتير قوي، مجلات بقى، على كتب، على قصص، على روايات، على اي حاجه، وانت هترجع ترتب الكلام دوت. ما فيش خط هيتعمل بينهم، ما هماش صناديق هتعملها، ان انت مش عارف اصلا انت عندك كام نوع. فانت بتبتدي وخلاص تقوم حاطط الحاجات دي فرشها كلها قدامك. وبعدين والله لقيت اول حاجه طلعت لك مجله، هتقوم حاططها على جنب هنا. بعد شويه لقيت كتاب خارجي، تقوم حاطه هنا. بعد شويه لقيت روايه، تقوم حاططها هنا. بعد شويه لقيت كتاب خارجي، تحطه بعيد، ولا ما انا عندي اصلا كومه للكتب الخارجيه، تقوم حاطه في الكومه دي. بعد شويه لقيت روايه، تقوم حاططها تاني مع دي. بعد شويه لقيت كتاب خارجي تاني، تقوم حاطه هنا. بعد شويه لقيت مجله، هحطها هنا. بعد شويه لقيت جورنان، ما اعرفش مين عنده جورنان، بس اهو لقيت جورنان ورحت حاطه هنا. بعد شويه لقيت جورنان كمان، رحت حاطه هنا. بعد شويه لقيت كتاب خارجي، اروح حاطه هنا. هو ده الكلاسترنج. كل جروب الحاجات اللي جواه بيكونوا شبه بعض جدا، وكل جروب والتاني ما بيكون ما فيش اي حاجه شبيهه بينهم وبين بعض. بجيب الحاجات اللي قريبه من بعض كلهم احطهم في كومه واحده مع بعض. هو ده كده فكره الكلاسترنج. هو ده اللي هو بيحاول يشرحه لك مع الكلام دوت، بس الكلام نظري قوي، فانا قلت نرسمه بحيث نوضح الموضوع اكتر. ده كده كان تعريف الماشين ليرنينج. تعالى بقى نعرف ايه انواع الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج باختصار نقدر نلخصه في اربع نقط او اربع انواع. اول نوع دوت السوبرفايزد ليرنينج، احنا كنا اتكلمنا عن الكلام دوت في اول محاضرتين او في اول فيديو. السوبرفايزد ليرنينج ان انت بتكون الداتا اللي عندك ليبلد زي ما قلنا كده، اللي هي اكس واي، بتقول له والله لو كذا ده يوازيه كذا. الحاجات دي اسمها قطط، الحاجات دي اسمها كلاب. انت مديله اصلا ليبل للداتا ديت، فبنلاقي ان حاجه زي الريجريشن اللي احنا لسه قايلين عليها ديت بتابع السوبرفايزد ليرنينج. الانسوبرفايزد ليرنينج اللي انت مش عارف الحاجات دي عباره عن ايه، هي شويه داتا عندك عايز تصنفها بقى، عايز تعمل فيها اي حاجه، هتلاقيه بيقول لك انا ان الكلاسترنج هو الكومن فورم بتاع الانسوبرفايزد ليرنينج دوت اللي احنا لسه قايلين عليه، ان انت بتروق المكتبه، انت مش عارف المكتبه فيها ايه، هتاخدها وترتبها بقى وتشوف هي فيها ايه. السيمي سوبرفايزد ليرنينج هو باين هو بيدمج بين الاثنين، بيكون عنده سمول اماونت اوف ليبل داتا. عندي والله مثلا في المكتبه ديت في رف متروق فيها، انا عارف ان انا عندي كتب وعندي مجلات وعندي روايات وعندي كتب خارجيه، فبستخدم شويه الليبل داتا دي ان انا اتعلم عليها، اعرف ايه اللي بيميز المجله وايه اللي بيميز الكتاب الخارجي وايه اللي بيميز الروايه، ايه التريتس بتاعتها او ايه الصفات بتاعتهم، بحيث لما اجي بقى على الليبل داتا ابقى اكون انا بدور على الحاجه دي. لو والله لو لقيت صفه من الصفات المميزه لكل كومه من دول اقوم حاطها فيها على طول،
فده بيسهل لي الموضوع اكتر، بدل ما افضل ماسك الحاجه واقلب فيها واحاول اتعلم على كل حاجه لوحدها. تمام. reinforcement learning بقى اللي احنا كنا قلنا عليه اللي هو نظام الثواب والعقاب، الموضوع ممكن يكون ما كانش واضح قوي، تعالى اوضحه لك دلوقتي اكتر. ده كان واحد عايز يعمل ماشين ليرنينج على لعبه فلابي بيرد، ان هو يخلي اللعبه تتعلم من نفسها انها تفضل تلعب 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 وما تخسرش خالص. طب هيعلمها ازاي؟ ما عندوش حاجه، ما عندوش داتا يديها لها، ما عندوش حاجه داتا ليبلد او حتى ان ليبلد، فبيتعامل على اساس ايه؟ هو بيدي العصفوره دي او البيرد ديت ايه المعطيات اللي بيديها لها؟ بيكون معرفها الاول المسافه اللي بينها وما بين الحيطه الخضراء اللي قدامها دي، ثانيا بيكون معرفها الارتفاع بتاعها، وممكن والله يكون معرفها ان انت مثلا الفراغ اللي بينك وبين السما ده ايه، بيديها شويه معلومات تقدر تكلكوليتها. تمام. وبعد كده بيقول لها يلا عيشي مع نفسك، ولكن عقابك ان انت لو لمستي لو حصل كوليجن بينك وبين الحيطه ديت او ديت انت كده خسرتي، انت كده فاشل. فهو بتلاقي ان المشين ليرنينج في اول جنريشن دوت بيرمي عدد كبير من العصافير، تمام، يرميهم كلهم يشوف مين فيهم اللي هيتعاقب فما يكررش الغلطه اللي هو عملها دي. فهتلاقي ان هو اول اتنين دول مثلا هيقوموا خابطين واخر شويه دول هيقوموا خابطين، لكن الثلاثه اللي في النص دول هم اللي ممكن هيعدوا فعلا. هو بيكون برضو معرفها ان انت ثوابك ان انت لو عديتي والسكور اللي فوق دوت زاد يبقى انت كده تمام، ده الثواب بتاعك، فقشطه ممكن تكملي. فوالله ان انا اول جنريشن بقوم رامي كتير، ثاني جنريشن بقوم مزود عدد اللي ممكن انا عرفت ان السكه دي حلوه خلاص اقوم مزود العدد اللي هنا، بس نفس الوقت انا هجرب برضو باثس ثانيه يمكن يكون مثلا والله ما كانش فيه مثلا حاجه فوق هنا اهوت، فهتلاقيه راح مزود شويه كمان فوق خالص، اللي هو طب نجرب ننط من فوقها مثلا، ما اعرفش. هو طبعا مش عارف ان هو ينط من فوقها، بس هو بيجرب كل البوسيبيليتيز الممكنه. تمام. على ما وصل الجنريشن الخامس لقينا كل العصافير اللي بتعدي هات كلها بقت بتوصل لهنا، ان هو على طول فهم ان هو لما بيطلع فوق كده اهوت او بينزل تحت اهوت ده غلط. ليه؟ ربط بقى الموضوع هو من جوه بان في ارتفاع هنا اهوت، بان المسافه لما تكون هنا برقم معين فانا لازم انط قبلها بفتره، بيقعد هو يتعلم بقى، انا ما اعرفش هتعلم ازاي بس هو اتعلم. هو قدر يوصل بقى من كل الداتا اللي وصلته ديت ان هو انا لما رميت واحد فوق ما كملش، لما رميت واحد تحت خالص ما كملش، لما مشيت في النص كملت، فممكن يفضل ماشي في النص دايما. يجي على طول مثلا في الجنريشن رقم 3 دوت هتلاقي ان هو فضل مكمل على طول وخلاص راح خابط في اللي بعدها، فعرف ان مش دي الاستراتيجيه الصح، يبقى انا محتاج بقى اقعد احسب واعمل، بيقعد يتعلم مع نفسه بقى ويعيش مع نفسه. هتلاقي ان هو في الجنريشن السادس شبه فاهم خلاص الموضوع، والسكور هتلاقيه وصل فوق كام؟ 2161. هو خلاص بقى يقدر يحسب البيانات اللي هنا والمسافة اللي بينه وبين البتاعة دي، فيقدر يبقى عارف ان هو ينط امتى لما يكون المسافة بيني وبينه في الرينج المعين وارتفاعي في الرينج معين وهكذا، فقدر هو على طول يتعلم حاجة زي كده هوت وبقى زي الفل فيها خلاص. فهو دي فكرة reinforcement learning باختصار. بعد كده بيدينا مثال عن supervised learning تاني، بيقولك ان انا بيكون عندي الداتا الفيتشرز دي كلها given عندي، وقصادها قصاد كل entry من دول عندي label، والله مع كل المعطيات ديت هل هو بينجوي السبورتس؟ اه. مع كل المعطيات دي هل هو بينجوي السبورتس؟ لا. مع كل المعطيات دي هل هو بينجوي السبورتس؟ اه. فبسيب له الداتا ديت بقى هو بيقعد يربط ما بينهم، فيقدر يستنتج ان هو والله لو صاني وورم وسترونج اه، لو ما اعرفش ايه وايه نو، فبحيث لو انا دخلت له بقى حاجه غير دول هتست عليها وان هو يتوقع لي بنسبه صحيحه. وبعد كده بيقول لي بعض المجالات اللي اقدر اطبق فيها السوبرفايز ليرنينج دوت، ان يكون عندي داتا ليبلد واقدر اطبق فيها الريجريشن او الماشين ليرنينج، زي ما اتفقنا فكره الستوك ان انا ابقى عارف احط فلوسي فين، او ان انا اتوقع الجو على حسب الجو بتاع الشهر اللي فات مثلا. اما عن حاجات الكلاسيفيكيشن غير الريجريشن بقى اللي انا مش مجرد ان انا بتوقع، لا انا عايز اكلاسيفاي الحاجات في كذا مجموعه، والله مثلا هقول هل الطريق دوت هيكون زحمه ولا لا، هل انا احسن للناس ان انا اديهم فاوتشر 25% اوف، ولا ان انا اشيل لهم مثلا 50 جنيه، هل هم عايزين رقم ثابت ولا حاجه فاريبل كده 25%، على حسب بقى لو ما هيدفع كتير الخصم يزيد معاه ولا ايه، انا مش عارف حاجه زي كده. فبتست دوت وبتست دوت وبسال المشين ليرنينج بقى والله ها انت لقيت انهي احسن، الناس تجاوبت مع ايه احسن وكده، خد انت الداتا دي وتعلم منها. اما في الان سوبرفايز ليرنينج انا بيكون عندي داتا كتيره برضه اهي، لكن في الاخر الجول انا ما عنديش جول، انا لما بديله الداتا ديت هو بيقدر يدور على انترنال سيميلاريتي بينهم، ممكن والله مره يجرب ان هو ايه يعمل لهم كلاسترنج بالمونثلي كونسبشن، هلاقي ان دي زي دي فيقدر يجمع لنفس المونثلي كونسبشن مع بعض،
ممكن والله يلاقي لا ان اللي وقتهم مثلا زي بعض دول ليهم صفات قريبة من بعض، لا ده اللي ليهم الكوموز دي مثلا شبه بعض فيها، ده اللي بيربطهم ببعض، بيقعدوا بقى يجرب ويحطهم في اكوام مختلفة لغاية ما يوصل للالتيميت او للالتيميت سولوشن بتاعه. السيمي سوبرفايز ليرنينج زي ما اتفقنا ان انت بيكون عندك داتا فيتشر وبيكون عندك جول، بس الجول مش كله كامل، هتلاقي فيه صفوف فيها داتا وفي صفوف ما فيهاش داتا، فانت بتتعلم من دول في سبيل ان انت تقدر تتوقع دول هيكونوا المفروض يكونوا ايه، تمام؟ فانت تدمج ما بين الاثنين باختصار. ورينفورسمنت ليرنينج زي ما اتفقنا ان هو بتلاقي ان هي عباره عن سايكل بيرمي الجيل الاولاني اللي هو الار تي والاس تي، بيعرف ايه الاستاتس بتاعته حاليا، على اساس الاستاتس زيت بياخد اكشن، فعلى اساسها بيديله ريورد او بانشمنت، فالجيل اللي بعديه يتحسن شويه، فالجيل اللي بعديه يتحسن شويه، وهكذا لحد ما يعمل موديل يكون افيشنت ويقدر يحقق المطلوب منه. برضو بيدينا بعض الامثله للريينفورسمنت ليرنينج ممكن نستخدمه في ايه. بيقول لك في الاوتو بايلوت ان انا يكون عندي عربيه بتسوق نفسها، تبقى عارفه امتى اخش يمين امتى اخش شمال، امتى فرمل امتى اسرع، امتى اقف امتى امشي، الكلام ده كله. الروبوتات اللي بتنظف لوحدها تبقى عارفه ان هي لما تلاقي ان في حيطه قدامها ما تخشش فيها كده عشان ما تتكسرش مثلا، لا تبتدي تهدي، بعدين تقوم لفه وشايفه زاويه تانية وتقوم ماشيه لغايه ما تلاقي حاجه تانية في وشها، تلاقي حد ماشي قدامها تقوم واقفه عشان ما تخبطوش، او تطلع صوت مثلا عشان هو ما يتخضش ان في حاجه بتتحرك جنبه، وهكذا. كل حاجات بتعتمد ان هي بيجرب فيعرف ايه الصح وايه الغلط. وبكده نكون خلصنا الماشين ليرنينج كلاسيفيكيشن. الماشين ليرنينج بروسيس بقى نفسها بتبقى ماشيه ازاي او بتتم ازاي؟ الماشين ليرنينج بروسيس عباره عن 6 مراحل. اول حاجه هي الداتا كولكشن، ان انا بجمع الداتا بتاعتي، انا طبيعي هشتغل على داتا فلازم اجمعها، ولكن الداتا في العالم الحقيقي لما تكون داتا بجد حقيقيه مش مجرد حاجه انا بجرب فيها دوت، بتكون حاجه اسمها ديرتي داتا، ولسه هنعرف الكلام ده قدام. بس اهم خطوه عندي هي الداتا كلينسينج. دي كلينسينج هي كليننج، انا بس بنضف وبنقح الداتا ديت. خلاص نضفتها، هنعرف برده قدام ان ننضفها ازاي بتفاصيل اكتر، احنا بس بناخد العناوين دلوقتي. بعمل حاجه اسمها فيتشر اكستراكشن اند سيليكشن. انا والله جمعت بيانات قد كده من اليوزرز وعشان خاطر اعرف مثلا انهي نظام فاوتشر اسهل احسن لهم، ان انا اديهم فلوس ولا ان انا اخصم لهم قصدي مبلغ معين ولا نسبه معينه. طب انت مالك بقى بكل البيانات دي؟ تشوف الحاجات اللي تخصك او تخص الفيتشر اللي انت عايز تعملها دي، واستخرج بقى انت الاتريبيوتس والبيانات اللي انت محتاجها عشان توصل للجول بتاعك، ما تاخدش الحاجات دي كلها. كل ده بقى هيديك معاك وقت اكتر وكومبلكسيتي اكتر والموضوع هيعقد منك. عرفت خلاص بقى ايه البيانات اللي انت محتاجها، هتعمل تريننج للموديل بتاعك، هتقعد تدربه على الكلام دوت. خلص تدريب هتعمل له تيستينج او ايفالويشن، ظبط خير وبركه، ما ظبطش هتقوم راجع تاني تنظف الداتا اكتر، يمكن يكون كان فيها مشاكل، تغير الفيتشر ده شويه، تعمل له تريننج تاني وتعمل له ايفالويشن. اللفه دي بقى الاربعه اللي في النص دول اسمهم فيدباك اند ايتريشن. تعمل ايفالويشن فيجي لك فيدباك فترجع تحسن شويه، فتعمل ايفالويشن فيجي لك فيدباك فترجع تحسن شويه، وهكذا لغايه ما توصل لحاجه انت راضي عنها. تعمل بقى ديبلوي للموديل بتاعك دوت وتعمل له انتجريشن مع التكنولوجي بتاعتك، سواء انت مثلا في فيسبوك فانت الموديل بتاعك بيقول لك ايه البوست اللي انت ترشحها للناس، نتفليكس مثلا فتبقى عارف ايه الافلام او المسلسلات اللي تقدر ترشحها للناس برضو، وهكذا. فانت بتعمل له ديبلوي وبتعمل له انتجريشن مع المنتج الاصلي بتاعك او الاساسي بتاعك. الداتا سيت بقى بتاعتك اللي انت شغال عليها اللي هي كانت اول خطوه اللي احنا بنجمع الداتا ديت، بنقسمها لجزئيتين، التريننج سيت والتست سيت. التريننج سيت اللي هي بدربوا عليها، انا مثلا عندي صوره ل 200 قطه، هاخد منهم والله مثلا 150 قطه ادربوا عليهم يتعلم منهم شكل القطه ده عامل ازاي، وبشيل 50 ما بوريهوش خالص، بحيث ان هو خلاص بعد ما يتعلم على 150 اعمل له تيست بقى على ال 50 اللي فاضلين دول، ادي له بقى حاجات هو اول مره يشوفها واشوف هو فعلا اتعلم ولا لا، ولا هو ايه مجرد عشان بس انا كنت بدي له دول فقشطه اتخدعت ان هو فاهم، بس هو ما فهمش اي حاجه او ما اتعلمش اي حاجه، فلازم اشيل حبه على جنب كده اعمل له تيست بيهم او ايفالويشن بيهم. وبيقول لك ان غالبا التيبكال داتا سيت ان انت بتخلي 80% تريننج و20% تيست، بحيث ان هو يقدر يتدرب اكتر، بس في نفس الوقت جزئيه التيست تكون جزئيه برده كبيره فتقدر ترجع لي فيدباك مفيد اقدر استفيد بيه. هنتكلم بقى شويه عن الداتا بروسيسنج، ازاي يكون عندي داتا كويسه تصلح لان انا اشتغل عليها، ان انا عشان يكون عندي جود موديل لازم يكون عندي جود داتا. فازاي بقى يكون عندي جود داتا؟ الداتا لازم يحصل عليها حاجه اسمها بري بروسيسنج، ان انا اجهزها الاول قبل ما اشتغل عليها. اول خطوه زي ما اتفقنا هي الداتا كلينسينج، ان انا بشوف لو انا عندي حاجات فاضيه اقدر املاها، لو عندي نلز، لو عندي حاجات مشاكل في النص، صفار مثلا كتير، عندي داتا فاضيه اصلا مش موجوده لازم املاها بنفسي، احطها زي ديفولت فاليوز، ما اسيبش اي حاجه فاضيه علشان دوت هيبوظ الموضوع في النص. تاني حاجه الداتا دايمنشن ريدكشن، ان انا بقلل
عدد الاتريبيوتس اللي عندي او عدد الفيتشرز اللي عندي بما يناسب الحاجه اللي انا عايز احققها عشان ما يحصلش حاجه اسمها دايمنشن اكسبلوجن. هو دلوقتي زي لو جيت ارسم فانكشن في الماث عادي، لو انا بتكلم على اتنين كوردينيتس بس هلاقي الموضوع سهل، هو عباره عن خط او كيرف او وات ايفر. طب لو بتكلم بقى في حاجه 3 دي زودت دايمنشن زياده، فده انا بقى بتكلم بقى في بلوتنج 3 دي وموضوع يعقد شويه. طب لو 4 دي، طب لو 5 دي، طب لو 6 دي، وكل ما بزود دايمنشنز كل الموضوع بيعقد جدا جدا جدا. فكل ما قللت الدايمنشنز اللي عندي كل ما الموضوع كان اسهل على الماشين ليرنينج ان هو يتعلم، على الماشين قصدي انها تتعلم منها احسن. اخر حاجه اسمها داتا نورماليزيشن، بشيل النويز، بشيل لو عندي حاجات زي اوتلايرز او حاجات ممكن تشتت انتباه الماشين وهي بتتعلم، ان انا مثلا عندي بيانات كتير مثلا متوزعه وبعدين والله لقيت حاجه لوحدها فوق هنا اهوت، دي هتاثر 100% على الكيرف بتاعه. هيفضل انا الداتا كلها ماشيه كده اهوت ولقيت حاجه فوق، ده هيخلي الكيرف اصلا اللي هو هيتوقعه ان هو لا ده في مثلا حاجه هتمشي كده، فهتلاقيه راح حوت في حته ثانيه خالص. فبنضفها واشيل الحاجات اللي هي ايه البعيده ديت، واكني بحد الداتا بتاعتي في رينج معين بس بحيث يتدرب عليها صح، ما يتشتتش بقى بالاوتلايرز والحاجات الموجوده هناك دي. تمام. لذلك بيقول لك ان انت الورك لود بتاع الداتا ساينتست اصلا 60% منه كليننج و20% بيجمع، ما تبقالكش غير 20% بقى ان انت ايه بتوبتمايز وتعمل ريموديل وشويه حاجات في تفيد كده تانية، بس 60% تنظيف، لان الداتا فعلا بتكون سيئه جدا وبتجمعها من اماكن كتيره وبعدين تقعد تلزقها في بعضها وتربطها ببعضها والموضوع بيكون موال يعني. فاهم حاجه عندك ان انت تنظف الداتا بتاعتك كويس وتجمعها من مصادر كويسه موثوق فيها، علشان لما تعلم الماشين بتاعتك تطلع ماشين ليرنينج موديل يعتمد عليه. زي ما اتفقنا البري بروسيسنج ده بيكون عباره عن ايه، عباره عن فلترنج والبروسيسنج اوف لوست داتا اللي احنا بنملاها، الهاندل الاكسبشنز والايرورز والقيم الغير طبيعيه، نقدر نكومباين الداتا من اماكن مختلفه وهكذا. هنا بيديك برضو بعض الامثله، ان مثلا هنا دوت كده اي دي فما ينفعش يكون متكرر، هنا والله ده عايز اف او ام بس لا حرف ايه في النص، هنا اصلا دي لا حاجه فاضيه، هنا والله انت حاطط لي ان هو اصلا مش مدرس بس بعدين جيت قلت ان هو عنده خمس طلبه، خمس طلبه ازاي وهو او خمس طلاب ازاي وهو مش مدرس اصلا، دي حاجه مش ماشيه مع بعضها. جيت والله بعدها بشويه لقيت ان هو هنا حط ايطالي في السيتي، لو دي فورم مثلا والناس بتملاها هو حاطط ايطالي في السيتي وفي الكونتري، فانت ما تنفعش تعتمد على يوزر ان هو بنسبه بتعتمد ان هو بتفترض ان هو هيغلط. فقعد بقى ترجع الداتا كلها وتصلح فيها عشان لما يجي الماشين تتعلم منها الدنيا ما تضربش في بعضها وتخش في بعضها كلها. في خطوه مهمه برضو بنعملها اسمها داتا كونفرجن، ان احنا بنحول الداتا دي كلها لاقرب صيغه الارقام. يعني انا مثلا عندي عايز اعرف الشخص ده مثلا راجل ولا ست، فبدل ما اقول ان دوت ميل او فيميل اقول لا لو زيرو يبقى ميل، لو 1 تبقى فيميل او العكس، او اي رقم لو 1 او لو 2 وهكذا. البروسيسنج على الارقام بيكون اسهل بكتير انه على السترينجز والكلام ده كله. لو عندي والله مثلا بشتغل على حاجه زي الايدج، فانا هلاقي ان انا بفاري من اول زيرو ان هو شخص لسه مولود لغايه مثلا 100 سنه، فده رينج كبير قوي ان انا اقدر اشتغل عليه. فبدل ما اشتغل على 100 قيمه مختلفه ممكن اقسمها مثلا من 0 ل 10 من 11 ل 20 وهكذا، فلاقي ان انا بشتغل على 10 كاتيجوريز بس بدل على 100 كاتيجوري. فبنقول ان احنا بنحول الفاليو داتا لكاتيجوري داتا عشان نقلل عدد الفاريبلز اللي عندنا. تمام. وهو قال لك هو بين قوسين ان احنا غالبا بنعمل كده في الايدج عشان ده بيكون حاجه كبيره جدا، او لو مثلا بقى مرتبات او كده هو بدل ما بقدر اشتغل على كل جنيه لوحده وبحطهم مثلا الافات او وات ايفر. تمام. بيقول لك برده ان في الداتا الثانيه لو انا عندي تكست او صور بحول برده الكلام ده غالبا لارقام. الايمج داتا اللي عندك انت برده بتحولها لماتريكس فيها ارقام، كل رقم بيمثل كل بيكسل قصدي بيتمثل الرقم اللي فيها بيمثل فاليو معينه. موضوع متخصص اكتر بالايمج بروسيسنج مش بالماشين ليرنينج قوي، بس يعني هو بيوضح لك فكره ان الداتا كونفرجن انت لما بتحول الموضوع لارقام بتسهل جدا البروسيسنج اللي عليه. زي ما قلنا برضو ان احنا بنحتاج نختار الفيتشر بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، ما نقومش واخدين الداتا كلها ونقول يلا بسم الله خد اتعلم. ليه؟ لان دوت هيقلل لي التريننج تايم، ان احنا نختار يعني هيقلل لي التريننج تايم زي ما اتفقنا ان هو هيافويد ان الدايمنشن اكسبلوجن الدايمنشنز تكون كتيره جدا. هنافويد حاجه اسمها الاوفر فيتنج اللي اتكلمنا عنها، ان الموديل يكون مش حافظ غير الحاجه بتاعته دي بس، فلما اديله حاجه مختلفه شويه هيكون هو مثلا لو انا عندي نقط كده اهوت احنا عايزين خط يمشي ما بينهم، لا الاوفر فيتنج بقى ان الخط ده بيفضل ماشي عليها بالظبط. فطبيعي انا كده عندي شويه داتا زي ما اتفقنا شايلها ان انا ادرب عليها هتكون واقعه قريبه من النقط دي،
لا ساعتها بقى يديني ايرور فيها، هو ما حفظش غير الحاجه بتاعته بس، لما اديله اي حاجه غيرها يقول لك لا ما اعرفهاش دي بعيده عن المسار بتاعي. فانا لما ببعد الموضوع شويه واخلي الموضوع فيج شويه، مش يا دوبك بالملي على البيانات اللي عندي، ده بيخلينا افويد الحاجه اللي اسمها الاوفر فيتنج دي. تمام. اول ميثود عندنا اللي هو الفلترنج نفسه. الفلتر ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الكورليشن اللي احنا كنا خدناه في الاستاتستيكال اناليسيس او في الاستاتستكس. البيرسون كورليشن دوت من اشهر الطرق اللي فيها، ان انت بتقوم ماسك بقى كل الاتريبيوتس اللي عندك دي وتشوف مدى ترابط او الكورليشن اللي بين الفيتشر دي مع الحاجه اللي انت عايز توصل لها في الاخر. وهل مثلا كل لما الفلوس بتزيد حجم البيت اللي الناس بيشتروه بيزيد؟ دي ميك سنس شويه. فتلاقي الكورليشن بينهم مثلا 0.8، ده كورليشن عالي، فدول ممكن اعتمد عليهم فعلا. ممكن تلاقي حاجه تانية مثلا مفيش اي ترابط ما بينها وما بين الحاجه اللي انت بتدور عليها اساسا، تلاقي الكورليشن يطلع لك مثلا 0.1، فلا دي حاجه ما تخصنيش اصلا، فتجاهلها احسن بدل ما تلخبطني او تلخبط الماشين ليرنينج وهي بتتعلم. فبتعتمد على الكورليشن في ان هي تختار اقرب حاجات مرتبطه بالحاجه اللي انا بدور عليها دي. تاني طريقه عندنا اسمها الرابر، مروان بابلو، ان هو بيدور في الاول في كل الفيتشرز اللي عنده، وبعد كده يختار فيتشر سبسيت، يختار شويه فيتشرز منهم ويليمينيت شويه، وبعدين يتدرب عليهم، ويختار فيتشرز ثانيه ويتدرب عليهم، ويختار شويه فيتشرز ثانيه ويتدرب عليهم، وفي الاخر يعمل ايفالويشن لكل سبسيت من دول ويشوف انهي احسن حاجه منهم وايه، ويربطهم ببعض. هتلاقيه بيقول لك تحت خلاص هنا ان هو الفيتشر سيت دي اللي عندها البيست بيرفورمانس غالبا بتكون هي اللي بتستعمل في الاخر، ولكن دوت بيستهلك هيوج نمبر اوف كومبيتيشنز، فمش حاجه حلوه انت تعتمد عليها على طول، لان دوت بيكون مرهق جدا او مستهلك جدا للموارد اللي عندك. اخر حاجه خالص الامبيدد، هي مش بعيد قوي عن اللي قبلها، ولكن هي بتاخد الايفالويشن كمان جزء من السلكشن كله، ان انا مش هاخد كل واحده واختار احسن منهم، لا انا بختار السبسيت واعلمها وايفالويتها كمان، وعلى حسب الايفالويشن دوت برجع اغير السبسيت بتاعتي، وهكذا. الموضوع كله ايه؟ منه في بعضه كده. وهنا بيفكرك تاني ان البروسيدور بتاعت الموديل، ان انت بتاخد الداتا وتقوم مقسمها للتريننج سيت وتست سيت، وبعدين بتعمل تريننج الموديل بتاعك، وبعدين بتاخد الفيدباك منه وتعمل له فيريفيكيشن، وبعد كده تعمل له الموديل تيست، تقعد تعمل له تيست اخر تاني، بعد كده بتعمل له ديبلويمنت، واخر حاجه خالص فاين تيونينج بقى، ان انت بتحطه في السيرفيس بتاعتك زي ما اتفقنا، في نتفليكس او في فيسبوك او في يوتيوب او اي ريكومنديشن سيستم او غيره. بعد كده بيفكرك برضو بالسوبرفايزد ليرنينج اللي احنا كنا اتفقنا عليه في الاول. هو ترتيب السلايدز غريب بصراحه، بس مش مشكله، احنا قلنا الكلام ده كله فبنعدي عليه سريع سريع. ان انت بتقوم مقسم الداتا اللي عندك تريننج سيت وتيست سيت. التريننج سيت اللي في الاول دي انت بتقوم تاخده تدربه عليها، وبعد كده بتعمل تيست على الكلام اللي تحت دوت. بعد كده لما بيخش لك بقى داتا جديده او اليوزر بقى هيستخدم الكلام ده فعلا، بتبقى انت معاك كل المعطيات دي، بس انت مش عارف هو هيوصل في الاخر لايه. تمام. انت عايز تفيجر اوت بقى الليبل هيطلع بايه في الاخر. فهو بيقول لك هنا ولنفترض الازرق دوت كدوت ان ده الموديل بتاعه، فلنفترض ان هو من جوه شغال، ان بيقول لك والله لو السيتي بتساوي ميامي يبقى البروبابيلتي ب 0.7 ده، او بيزودها يعني 0.7، والله لو السيتي اورلاندو لا ده بيزودها 0.2 مثلا. هو بقى بيقعد يقارن بقى كل حاجه من دول يقعد يزود، وفي الاخر خالص يقول لك والله انا البريدكشن بتاعي ان دوت بنسبه 0.3 هيكون يس، اللي تحتيه لا 0.9 هيكون يس، اللي بعديه 0.6، وهكذا على حسب بقى الموديل اللي هو عمله، ان كل جيفن انتري من الداتا اللي عندك ديت بتاثر بقى بنسبه قد ايه في الاوتبوت بتاعك، هيكون يس ولا نو. تمام. هو بيقول لك اكنه، بس طبعا انت ما بتكونش عارف الجزء ايه الازرق ديت هي عباره عن ايه اصلا، او هي ايه القوانين اللي هو ماشي عليها. ايه بقى اللي بيحكم لي ان الموديل دوت كويس؟ اهم حاجه عندي الجنراليزيشن، ان انا لما اجي اعمل له تيست بقى يشتغل معايا، ان انا لما اجي احطه في حاجه فعلا يديني بيانات اقدر اعتمد عليها وتفيدني في الحاجه اللي انا بعملها. الانتربريتابيلتي، انه يكون مفهوم، ان الريزلت اللي بيطلع منه يكون مفهوم واقدر فعلا اطبقه في حياتي، يعني مش هو كويس كل حاجه بس طلع بصيغه مش مفهومه فساعتها مش هقدر اعمل بيها. البريدكشن سبيد، بياخد وقت قد ايه على ما يعمل حاجه زي كده، ممكن يطلع لي جنبه ساعه على ما يقول لي والله ده طلع كده، ممل جدا وبياخد وقت كتير وما اعتمدش عليه، انا محتاج حاجه سريعه. تمام. البراكتيكابيلتي ممكن نفكر فيها زي السكيلابيلتي كده، هو ان انت لما البروجكت اللي انت شغال عليه بقى يكبر او ده تكتر قوي، هل هيفضل لسه براكتيكال وشغال، ولا هيبطا بقى، ولا الموضوع هي معاه هيعقد ويكلكع ويعمل، لازم برضو تحط الحاجات دي كلها في الحسبان بتاعك عشان تعمل جود موديل.
وهنا برضو بيقول لك على جنراليزيشن تاني بيراجع لك عليه، والايرور ان انت بيكون عندك نوعين من الايرور، في ايرور اثناء التريننج وايرور اثناء الجنراليزيشن وانت بتست بقى في الاخر. طبعا انت بتكون ميال اكتر ان انت تختار الحاجه اللي يطلع فيها سمولر جنراليزيشن ايرور. وهنا بيفكرك على الاندر فيتنج والاوفر فيتنج. الاوفر فيتنج ان انت الداتا متعلمه بزياده قوي على الحاجه اللي معاك فما تعرفش غيرها. الاندر فيتنج ان هي اصلا مش عارفه تتعامل مع الداتا اللي معاها، تمام، او مطلعه اونلاين ماشي وفي النص كوست الداتا كلها مش قريب من اي حاجه منهم. برضه هنتعرف على الموضوع ده بشكل اعمق شويه قدام. في الجراف هنا بيوضح لك الموضوع اللي انا بتكلم فيه اهوت. الاندر فيتنج اهوت هو ماشي في النص كده وخلاص مش همه اي حاجه. الاوفر فيتنج ان هو لازق قوي في الحاجه ديت، فلو انا اديت له حاجه بعيده شويه زي دي هتديني حاجه بعيده خالص، بعيده كل البعد عن الواقع بتاعها. الجود فيتنج ان انا بمشي حاجه وسط ما بين الاثنين، تمام. طيب الاوفر فيتنج ده بيحصل ليه بقى؟ عندنا حاجه اسمها الفاريانس والبايس. السلايد دي واللي بعدها واللي بعدها فكره الجراف اللي عامل زي النيشان دوت فاشله جدا، فتعالوا اوريك جراف تاني نشرح عليه احسن. تعالوا نبص على الجراف اللي على الشمال ده الاول. احنا اتفقنا ان الكلام ده اسمه اندر فيتنج، صح، واللي على اليمين ده اسمه اوفر فيتنج. اوضح بس الكتابه شويه، مش مشكله. ايه بقى علاقه الكلام ده بالفاريانس والبايس؟ الاندر فيتنج دوت احنا بنسميه هاي بايس. ليه البايس دوت؟ اللي هي المسافه دي او المسافات دي كلها، اللي هو وانت بتعمل الموديلنج اصلا وانت لسه بتتعلم على الداتا انت اوريدي عندك ايرور كبير قوي في القرايات اللي عندك اللي ما بينك وما بين يعني ما بين البريدكتد فاليو والاكتوال فاليو، فده اللي انت اوريدي انت عارف هي ايه. الناحيه الثانيه بقى في الاوفر فيتنج دوت بنسميه هاي فاريانس. ليه؟ ان الفاريانس دوت لما لو انا دلوقتي جيت بقى اضيف لك الداتا الثانيه بقى اللي انا كنت هتست عليها، هلاقي واحده هنا اهوت، واحده هنا اهوت مثلا، واحده هنا اهوت، واحده هنا اهوت، واحده هنا اهوت. صادف اول لاين ان دي جت على الخط، بس انا كل الداتا اللي انا هتست عليها انا كان المفروض على حسب التريننج ان انا بطلع الحاجه باكيرسي 100%. لما اجي بقى اقيسها على الداتا اللي عندي اللي انا بتست بيها هلاقي ان انا لا ده الايرور رهيب. فهنا بنسميها هاي فاريانس. ليه؟ لان الفاريانس ممكن نسميه كده هو الايرور اللي تبع التست. البايس ممكن نسميه الايرور اللي تبع التريننج، تمام. فقال لك بقى ان احنا ايه عايزين نوصل بقى للسوفت سبوت اللي ما بين الاثنين دول. فاحنا الايرور اصلا التوتال عندي نقدر نسمي الايرور دوت بيساوي البايس سكويرد زائد الفاريانس زائد اي ايرور اصلا، عشان ايه طبيعي الداتا اصلا اللي داخله لي ما بتكونش داتا بيرفكت، فده ايرور انا اجباري يعني هو ايرور لازم هيكون موجود، فدوت نشيله من حسابنا دلوقتي. طب ليه يا ترى بعمل بايس سكويرد؟ علشان انا عندي هنا ارقام بالبوزيتيف وعندي هنا ارقام بالنيجاتيف، عندي هنا هو دوت والله طلع اعلى من اللي انا مفترضه، ان المفترض ان هو هنا طلع اعلى ده طلع اوطى، فعشان ما يكنسلوش بعض ولا ان انا البايس طلع بزيرو اكن ما عنديش بايس خالص بعمل سكويرنج عشان بس الماجنيتيود ده ما يفرقش معايا، تمام. لكن الفاريانس مش بيفرق معايا في البلس والماينس فبناخده عادي زي ما هو. فالتوتال ايرور عندي ان انا البايس سكويرد زائد الفاريانس زائد الايرور اللي عندي. فانا هدفي كل الهدف ان انا اقلل البايس وقلل الفاريانس، بس زي ما احنا شايفين هم عكس بعض اساسا. يعني لو انا جاي ارسم جراف كده اهوت، معلش انا عارف الموضوع زحم شويه بس اخر جراف اهوت، لو انا جيت ارسم جراف ما بين البايس والفاريانس هلاقي ان البايس لما كان بيكون عالي وبيقل بيقل 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 مع الوقت، وصاده ان الفاريانس كان واطي خالص. ان انا هنا لو ما اجي بقى اقيس هلاقي ان الفاريانس عندي قليل، فلما الفاريانس كان قليل بيعلى 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 مع الوقت. فانا بقى عايز اوصل ايه للمسافه اللي بينهم دي، الحته الصغيره اللي في النص اللي هي المينيمم بتاع ده والمينيمم بتاع ده. الحته بقى الخط اللي في النص او النقطه اللي في النص دي هي دي اللي انا عندها هوصل لاقل ايرور خالص، ودي النقطه اللي احنا بندور عليها. لا هو ولا هو خط مستقيم ولا هو حاجه معوجه قوي كده، لا انا عايز اوصل للسوفت سبوت اللي في النص اللي هي تكون حاجه زي كده مثلا، اللي هو والله انا ماشي بينهم بس مش لازق فيهم، وفي نفس الوقت مش ماشي ايه ولا اكني شايفهم، حاجه ايه توازن لي ما بين الحاجتين مع بعض، تمام. طب نرجع للسلايدز هتلاقي ان الموضوع اختلف تماما.
هو زي ما اتفقنا بقى ان الفاريانس هو المتعلق بالتريننج سيت، البايس هتلاقيه متعلق بالحاجات اللي انت بتحاول تعمل لها بريدكشن. هتلاقي ان هو بيقول لك ان لما يكون عندي لو بايس ولو فاريانس ده جود موديل، لكن لما يكونوا الاثنين عاليين دوت كده بور موديل. الحاجات اللي في النص دي ممكن نوافق عليها، ولكن طبعا بنحاول نوصل لاحسن حاجه ان يكون عندي لو بايس ولو فاريانس. تمام. اخر حاجه خالص ده الجرافيك اللي كنا بنتكلم فيه، ان انت هنا انت بيكون عندك هاي بايس بس لو فاريانس، هنا بيكون عندك العكس، فانت بيكون عندك الجراف في الاخر عامل بالشكل دوت، فانت بتكون بتحاول تدور على ايه، على الحته اللي في النص. بس برضو الجراف هنا معقد شويه، فانا عملت لك جراف تاني يكون يوضحك الدنيا اكتر. تمام. اهو هنا تلاقي الايرور هو اللي عامل زي شكل النص دايره دوت او القوس دوت. تمام. فانت بتدور على المينيمم بتاع الايرور ده بس كده. طيب انا بقى ازاي بعرف اقيس البرفورمانس بتاع الماشين ليرنينج الالجوريثم اللي عندي دي؟ ازاي اعرف هي كويسه ولا لا؟ زي ما اتفقنا ان احنا بنقيس المسافه اللي ما بين النقطه والخط اللي عندي، خط بتاع الريجريشن اللي انا عملته والنقط اللي كانت عندي اصلا، اقدر اقيس المسافات ما بينهم او الايرور دوت، واعرف الافرج ايرور كام. فاستنتج بقى لو الايرور ده قليل يبقى انا ماشي كويس او كده. فالايرور ده بيتحسب ازاي؟ الواي العاديه دي بنسميها الريال او اكتشوال فاليو، والواي هات ديت بنسميها البريدكتد فاليو. فبنطرحهم من بعض وناخد ابسوليوت عشان نعرف الفرق كرقم بس، ونجمع بقى كل الام ديت هي عدد النقط اللي عندي، فبجمع بقى كل الايرورز دي واقسمها على عددهم فيوصل لي ايه الافريج ايرور، او بنسميه المين ايرور، بس طبعا عشان واخدين ابسوليوت بنسميه ابسوليوت. طيب في طريقه تانية ان انا ممكن بدل ما اخد ابسوليوت، لا انا هطرحهم من بعض واعمل سكوير عشان اطير النيجاتيف برضه. طيب ليه اصلا اخترعنا حاجه زي المين سكوير ايرور دي؟ هنعرف قدام شويه ان في حاجه اسمها جريدينت ديسنت، احنا كنا اوريدي خدناها في اللابات بس ان كيس ان انت ما كنتش عرفتها في اللابات. في حاجه اسمها جريدينت ديسنت دي بتعرفني ازاي اوبتمايز الفانكشن عندي. فالجريدينت ديسنت دي مبنيه او شغاله على الديفرنشيشن اللي هو التفاضل. فلو تفتكر من التفاضل من ثانويه عامه بقى والسنه الاولى والكلام ده، ان انت الابسولوت فاليو دوت فانكشن نون ديفرنشيبل، ما اعرفش اعمل له تفاضل اصلا، ما اعرفش افاضله، لكن الباور 2 دوت او السكويرد دوت كان ديفرنشيبل. فعشان اقدر استخدم الفانكشن بتاع الايرور دوت في الجريدينت ديسنت، اضطرينا نستعمل حاجه اسمها المين سكوير ايرور عشان نعرف نعمل ديفرنشيشن للفانكشن ده. لو كنا اعتمدنا على اللي في الاول دوت ده اسهل في الحسابات في الاول، لكن لما الدنيا بقى نخش في اوبتمايزيشن بقى وهنشتغل بقى الجوريزمز بجد، بنستخدم اللي تحت عشان نقدر نعمله ديفرنشيشن ونوبتمايز الموضوع بشكل افضل. ويقول لك ان انت عندك بقى حاجه ثالثه اسمها ار سكويرد، بس ما نذكرش عليها تفاصيل كتير قوي، بتساوي 1 ماينس ار اس اس على تي اس اس. بتعتمد ان انت بيكون عندك سامبلز مختلفه وبتاخد كل سامبل وتجيب الافرج بتاعهم. ممكن برضه تخليك عارف القانون، ولكن هو كده القانون هيجي لك جيفن ومش هيجي لك غالبا عليه مساله خالص يعني. ودي كده طرق ازاي بايفالويت الريجريشن، اللي لما يكون عندي خط مستقيم كده اهوت، او مش شرط يكون مستقيم يعني، بعمل له ايفالويشن ازاي عن طريق ان انا بحسب الايرور ما بين النقطه والخط اللي عندي. طيب في الكلاسيفيكيشن بقى بنعملها ازاي؟ بنعملها بحاجه اسمها كونفيوجن ماتريكس، تلاقي اسمها مكتوب تحت اهي كونفيوجن ماتريكس. تمام. عايزك بس تنفض للتيبل للصف الاخير دوت. تمام. على اليمين والعلى دوت، وتعالى نبص على الكلام ده بقى. اهو تعالى نبص بقى على جراف زي ده. الجراف دوت بيقول لك ان انت كان عندك داتا الرقم بتاعها ان بتساوي 165. تمام. الاكتوال يس الحاجات اصلا اللي كانت يس من العدد ده كله كانوا 105. تمام. والاكتوال نو كانوا بقيتهم اللي هم 60. البرنامج بتاعي بقى لما جه يعمل لهم كلاسيفيكيشن طلع ان انا عندي 110 يس و55 نو. طيب ال 110 يس دول هل كلهم يس فعلا؟ قال لك لا، الترو بوزيتيف اللي هو قال عليهم يس وهم فعلا يس كانوا 100، واللي قال عليهم يس بس هم اصلهم كانوا 10، فده بنسميها الفولس بوزيتيف. تمام. اللي هو قال بوزيتيف بس دوت غلط. ونفس الكلام في النو، قال لك ان هو توقع ان في 50 واحد نو اللي هي ترو نيجاتيف، وتوقع ان في 5 نيجاتيف بس هم اصلا ما كانوش نيجاتيف، هم كانوا ترو. فبنقدر بقى ايه نستنتج من الكلام ده كله، نستنتج شويه قوانين كده ايه حلوين. لو انا عايز اقيس الاكيرسي بتاعته، لو تعالوا نكتبهم على جنب. لو انا عايز اقيس الاكيرسي بتاعته، يعني هو بيجيب الحاجات صح قد ايه، هنبص على الدياجونال
صح ولا ايه؟ دوت لما هو توقع النو وصادف ان هو كان اكشوال نو فعلا، او لما توقع يس وصادف ان هو اكشوال يس فعلا، فهلاقي ان انا عندي 150، فاقدر اجمع التي بي على التي ان اللي هو الحاجات اللي هو جابها ترو وصادفت ان هي كانت ترو فعلا، واقسمها في الاخر على ايه؟ على التوتال. فهيساوي عندي 150 على 165، شوف الكلام ده يطلع بكام. دي كده الاكيرسي، وهيطلع ب 0.91. اقدر احسب حاجه كمان اسمها الميس كالكوليشن، ودي بتساوي 1 ماينس الاكيرسي اللي هو نسبه خطاه كانت كام، طبيعي انها تكون عكس الاكيرسي. اقدر بقى احسب اي حاجه انا عايزها. الترو بوزيتيف ريت مثلا ان هو قدر يحسب كام حاجه فعلا صح من اصل الحاجات الصح اللي عندي، فباختصار شديد هقسم ال 100 اللي هو طلعهم دول على عدد الترو اصلا اللي كان عندي اللي هو 105، ف 100 على 105 دي بنسميها الترو بوزيتيف ريت، تمام. واقدر احسب برضو الترو نيجاتيف ريت، ان اقسم ال 50 على ال 60 اللي هم اللي هو طلعهم على العدد الفعلي بتاعهم، وهكذا. عندي حاجتين بقى مهمين جدا، اول حاجه اسمها البريسيجن الدقة، ودي عايزة تربطها ب اللي هو قاله فعلا. ممكن نكتب كده relative to its own prediction، تمام، ان هو الحاجات اللي طلعها صح دي كام في المية منها كان صح فعلا. يعني انت قلت لي ان في 100 و110 صح او 110 true، منهم كام بقى؟ منهم 100. فالبرسيجن دوت احنا بقولك بنقيس relative للي هو قاله، فبيبقى 100 على 110، تمام. في حاجة تانية بقى اسمها الريتيل، دي بتكون relative to the truth او الريتيل values. يعني ايه؟ يعني ماشي انا برضو هقسم المية اللي انت طلعتها لي، بس اللي انت قلته صح دوت بيمثل كام في المية من الواقع بقى اللي انت كنت المفروض تقوله فعلا؟ نقسم على 105، فهتلاقي ان الرقم اللي طلع لك هنا هو هيكون اكبر من الرقم اللي طلع لك من البريسيجن، عشان انت الرقم ده صغير. فعايزك تفرق بين البريسيجن والريكول، عشان دي اكتر حاجه بتلخبط. البريسيجن ممكن نقول متعلق بالبريدكشن، فالاثنين بي ار مع بي ار مع بعض، تمام. بريسيجن درجه دقه كلامك، اقدر اثق في كلامك ده بنسبه قد ايه. ان انت قلت لي ان في 110، في كم منهم بقى من الاخر طلعوا ان هم فعلا من انت توقعتهم صح. والريكول ان انا بقيس بقى، طب ماشي انت قلت لي ان في 100، طب هو اصلا بقى كانوا كام بعيدا عن كل اللي انت عمال تتكلم فيه دوت، هو الصح بتاعهم كان كام، واقسم الرقمين على بعض، تمام. ففكرت ان البريسيجن بتقسم على البريدكشن بتاعه، والريكول بتقسم على الريل فاليوز، تمام. اربطها بي مع البي، والريكول تعالى نكتب هنا كده برضو ريل فاليوز عشان تبقى ضابط البي مع البي والار مع الار، تمام. يلا نرجع للسلايدز. هتلاقي في السلايد اللي بعدها جايب لك بقى كل الكلام اللي عندنا دوت، كل القوانين اللي انا لسه قايلها لك دي، وبعد كده كمان ادالك مثال بالارقام وكل حاجه. احنا لسه حلينا على الكلام ده كله كده، احنا خلصنا الماشين ليرنينج بروسيس. تعالوا بقى نتعرف على شويه حاجات زياده كده كماشين ليرنينج ميثودز. اول حاجه بقى من الميثودز اللي هو هيقولها لنا دلوقتي دي هي الجريدينت ديسند. الجريدينت ديسند ده بقى قصته قصه، فتعالوا بقى نروح على الحته الفاضيه التانية دي ونرسم بقى ونعيش حياتنا مع بعض. فاكرين لما كنا بنتكلم على الريجريشن في اول المحاضره دي خالص، كنا بنقول ان انا بيكون عندي شويه داتا وانا عايز اجيب الخط اللي بينهم، تمام. طيب هو الخط ده اصلا كانت الايكويشن بتاعته بتبقى عباره عن ايه؟ كنا بنسميها ام اكس بلس سي، بس في الماشين ليرنينج هو بيسموها دبليو اكس بلس بي، تمام. الدبليو والبي دول كونستنتس، مش هتفرق هنسميهم ايه، بس ده المتعارف عليه يعني، عشان لو دورت على النت لو بصيت في الكتاب في السلايدز في اي حته تلاقي دبليو اكس بلس بي دايما، فخلينا ماشيين بنفس الترمينولوجي دي عشان ايه ما ندخلش الدنيا في بعضها. ايه الدبليو وايه البي؟ الدبليو دي هي السلوب، هي درجه الميلان بتاعت الخط بتاعي، والبي هي الواي انترسبت، هو بيقطع كام من الواي اكسس، تمام. طيب القيمتين دول اصلا هل هيخترعهم؟ هل الماشين ليرنينج لما يجي يعملهم ده هيقدر يخترعهم من نفسه؟ لا، امال هو بيعمل ايه؟ بيعمل افتراض، هيفترض انهم باي حاجه، غالبا بيقوم حاطين ال W ب1 وال B ممكن يحط ب1 كمان، اي حاجه افترض اللي انت عايزه، تمام. بعد ما تحط ان دي ب1 ودي ب1 يبقى عندك حاجه اسمها اللوس فانكشن. ايه بقى اللوس فانكشن دوت اللي احنا لسه قايلين عليه؟ 1 على 2 m
مضروب في السميشن بتاع الكلام اللي احنا لسه يعني كله، اللي هو الواي الريل ماينس الواي هات اللي هي البريدكشن، بناخد الكلام ده كله نعمله سكويرد. تمام. ممكن بقى واحد تاني ياخد باله يقول لي ثانيه ايه الاثنين دي، ما تلخبطنيش، انت لسه قايل ان هي كانت واحده على ام عشان بتجمع هنا السميشن ده لغايه ام فتقسم على ام فبتجيب الافريج. تمام انا فهمت دي بالعافيه يعني ايه الاثنين بقى اللي انت دخلتها دي، هقول لك بس اتقل عليها شويه. تمام. فدوت كده بنسميه اللوس فانكشن. ليه اللوس فانكشن؟ لان دوت هو مقدار الايرور اللي عندي، انا عايز اعمل له مينيمايزيشن، عايز اقلله خالص. فبنعمل ده بقى باستخدام الجريدينت ديسنت. زي ما قلت لك الجريدينت ديسنت مش هناخد في الايكويشن بتاعته او هو شغال ازاي، هو شغال على ديفرنشيشن، فهو عشان يقلله محتاج ان هو ايه يجرب فاليوز جديده من الدبليو ومن البي. هيجربهم ازاي؟ بان هو بيعمل ديفرنشيت للفانكشن دوت مره بالنسبه للدبليو ومره بالنسبه للبي، وقصه كده ليها علاقه بالكالكولاس بقى المعقده شويه. ايه بقى لازمه الاثنين دي؟ انت لما الاثنين دي كقيمه نفسها هي مش هتاثر في اي حاجه عندي في الفئه، وفي الاخر انت بتقسم على كونستنت. امال بنحطها ليه؟ علشان لما اجي اعمل ديفرنشيشن اهوت الاثنين اللي فوق دي هتنزل هنا اهو، فتقوم الاثنين تيجي هنا تتكنسل مع الاثنين اللي هنا، ارجع للفانكشن الاصلي بتاعي اللي هو كان واحد على ام. تمام. فهم بيحطوها هنا بس لما يجي نتكلم بقى عن الجريدينت ديسنت، مش مجرد بنتكلم عن ايرور، هنخش بقى الموضوع يعقد زي ما قلت لك ونحسبها. بيقوموا حاطين الاثنين دي تحت عشان لما نيجي نعمل ديفرنشيشن او بارشل ديفرنشيشن الاثنين تطير مع الاثنين، فالموضوع يكون الديفرنشيشن عندي يكون اسهل وابسط. تمام. فما تلخبطش نفسك بالاثنين دي، اعملها باثنين او من غير الاثنين مش تفرق معاك في حاجه. تمام. فهتلاقي ان هو بيقول لك ان الدبليو الجديده دي او القيمه الجديده اللي احنا بنوصل لها او بنعملها اوبتمايزيشن هي عباره عن القديمه، وبنطرح منها شويه حاجات بحيث ان احنا نقدر نعمل لها اوبتمايزيشن اكتر. بنطرح منها ايه؟ بنطرح منها الفاليو اللي احنا جبناها نوت من الجريدينت ديسنت ديت مضروبه في حاجه اسمها الليرنينج ريت. ايه الليرنينج ريت ده بقى؟ الجريدينت ديسنت باختصار هو بيقول له اتحرك ازاي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ايه عندي جراف اهو صغير على جنب كده دوت بيقول لي قيمه الدبليو، لان احنا كده ايه دي الدبليو وده الايرور. تمام. فقيمه الدبليو لما بتكون بقيمه صغيره قوي الايرور كبير، او لو بتكون بقيمه كبيره قوي الايرور بيكون كبير. فلو انا ابتديت وافترضت الرقم هنا مثلا، افترضت ان هي الدبليو مثلا ب6 وهي المفروض تكون هنا مثلا ب4. تمام. الجريدينت ديسنت هيقول لي انت محتاج تروح للشمال بس، مش هقول لك اكتر من كده. طب اروح للشمال بمقدار قد ايه؟ دي الحاجه اللي اسمها ليرنينج ريت، دي انا اللي بختارها بنفسي. بقول له والله لا روح جامد ناحيه الشمال، او روح حته صغيره ناحيه الشمال، او لو انا قصادها بقى الناحيه الثانيه ان انا ايه اخترت مثلا طلعت بزيرو معايا، افترضتها بزيرو في الاول، فكان زين يقول لي خش يمين، فبرضه ما بقاش عارف اخش يمين بمقدار قد ايه. فدي اللي بسميها ليرنينج ريت. طبعا لو حطيت ليرنينج ريت كبير هوصل للاربعه دي في نط اوت او نطتين، او ممكن لو حطه اكبر بكتير جدا يبوظ لي الموضوع اكتر. فعشان برضو اوضح لك موضوع ليرنينج ريت، تعال نبص على الصوره دي. دي الفروقات اللي ما بين الليرنينج ريت. بص على الصوره عشان اخلص كده. لو الليرنينج ريت قليل قوي هتلاقي ان انت هتتشل على بال ما توصل للمينيمم البوينت اللي انت عايزها. لو تو هاي هتلاقي ان انت ايه من هنا انت ابتديت هنا اهو وعايز توصل هنا، بس انت قايل له ان الليرنينج ريت بتاعك عالي قوي، فخش شمال يتغابى قوي، يخش شمال ينط الناحيه الثانيه. لا لا خلاص خش يمين، بس انت لسه سايب الليرنينج ريت عالي، هيقوم ينط على اليمين خالص ويرجع تاني عشان ما يفضل بقى رايح جاي رايح جاي، وممكن اصلا ما يوصلش خالص للمينيمم بتاعته دي. فبتختار فاليو تكون في وسط بحيث انها ايه توصله، ولا انت تتشلع على ما يوصل، ولا تأفور قوي يفضل رايح جاي رايح جاي وما يوصلش. ايه بقى الليرنينج ريت دي؟ هنعرف قدام شويه حاجه اسمها الهايبر بارامترز بس اما نوصل لها. طيب الجريدينت ديسنت زي اي حاجه ليه انواع كتير مختلفه. اول حاجه منهم اسمها الباتش جريدينت ديسنت، وحاجه ثانيه اسمها الاستوكاستيك جريدينت ديسنت. ايه بقى الباتش جريدينت ديسنت دوت؟ تعالى ارسم لك جراف بسيط كده اللي احنا بنرسمه من اول ما بدانا، شويه نقط وبعد كده خط بينهم. تمام. احنا اتفقنا ان احنا بنكون بادئين في حته معينه على الجراف دوت، والجريدينت ديسنت دوت بنفضل ماشيين ناخد ستيبس صغيره كده دوت لحد ما نوصل للمينيمم. تمام. طب انا دلوقتي في كل خطوه من دول بعمل ايه؟ اتفقنا ان الفانكشن بتاعي اصلا في السيجما دي اللي هي بتمشي على النقط دي كلها. بتعمل ايه باختصار بقى؟ بتشوف النقطه ديت الخط هيعجبها لو كان معدي ازاي. تمام. انهي دبليو احسن؟ خلي بالك ان احنا بنشتغل مره على الدبليو ومره على البي،
نشوف مره لو الخط دوت طلع لفوق محتاج يطلع فوق بمقدار قد ايه، ولو هيفضل زي ما هو كده عامل نفس الواي انترسبت هيلف بزاويه قد ايه، يعني السلوب يتغير بزاويه قد ايه. احنا بنشتغل في الاتجاه في البعدين في نفس الوقت، تمام؟ عشان عندنا اتنين فاريبلز او اتنين بارامترز. فبمشي بقى عشان الدبليو الاولانيه دي اللي هي الواي انترسبت، اشوف النقطه الاولانيه دي عايزين اطلع لها بنسبه قد ايه، ودي بنسبه قد ايه، ودي بنسبه قد ايه، ودي عايزين انزل لها، ودي عايزين اطلع لها، ودي عايزين انزل لها. وفي الاخر بافرج الكلام ده كله، بقوم اسمه عليه عشان اشوف الحاجه اللي ترضي النقط كلها، تمام؟ ونفس الكلام في البي، اشوف برضو انهي زاويه هترضي النقط كلها، وابافرج الكلام ده كله في الاخر واوصل للي انا عايزه. طب افرض انا بقى ايه عندي مثلا 1000 داتا سيت، 1000 نقطه في الجراف بتاعي، وانا عشان اوصل محتاج 100 ستيب، فانت كده بتتكلم في 100000 كالكوليشن عشان خاطر توصل للاوبتيمال سوليوشن. طبعا بيوصل لك حاجات ان هي تكون اكتر من 1000 ستيب اصلا، الموضوع ايه، او اكتر قصدي من 1000 داتا سيت، فالموضوع ممكن يضرب منك جامد جدا. فالباتش جريدنت ديسنت ما هوش احسن حاجه، فاختاروا حاجه اسمها الاستوكاستيك جريدنت ديسنت. استوكاستيك يعني راندوم، هي مش معناها راندوم بالظبط بس تقدر نفهمها ان هي راندوم. ان هو ايه، هو بيقول لك هي راندوم سيلكت سمبل داتا سيت، وبالبلدي كده بيمشي رايها على الناس كلها. يعني انت ايه، انا لسه بقى وجع دماغي والف على النقط كلها، لا يا عم انا هاخد النقطه دي مثلا اهي، اي نقطه راندوم، انت ايه اللي يرضيكي ان انا اطلع لك خط فوق شويه هطلعه لك، الف لك كمان شويه عينيا الفه لك، ويروح عامل حاجه عشوائيه كده خالص ويقيس، ما طلعتش حلوه يقوم يقيس نقطه مختلفه وهكذا، ده يجرب شويه نقط مختلفه لغايه ما يوصل لحاجه عاجباه في الاخر. ده برده ما بيكونش افيشنت شويه، لان هو ممكن اصلا يبوظ لي السامبل اكتر، يبوظ لي الخط بتاعه اكتر، بدل ما انا عايز احسن يبوظه لي خالص، ويفضل بقى رايح جاي رايح جاي لغايه ما بعد زمن طويل بقى يوصل اللي هو عايزه. فاخترعوا بقى الحاجه زي ما احنا برده من اول المحاضره بنتكلم، يقول لك ان في الطريقه دي وفي الطريقه دي، والطريقه الاخيره دي بقى بتدمج بين الاثنين. نفس الكلام دي بتدمج بين الاثنين، بدل ما بتمشي على الام كلها، بدل ما تختار حاجه عشوائيه هي بتختار شويه فيتشر صغيره، شويه نقط مختلفه، نقطه من هنا على نقطه من هنا على نقطه من هنا، ميني باتش مش الباتش كله، تمام؟ تمشي ان هي بدل ام كلها تاخد ان بس عدد صغير منها وتمشي عليه وتابديت الكلام ده كله. فمثلا لو انا عندي مثلا 100000 نقطه، انا هختار مثلا منهم 1000 بس، فايه بحيث ان انا في نفس الوقت ما ابقاش ماشي عشوائي قوي، وفي نفس الوقت ما ابقاش ماشي على 100000 في كل خطوه، فايه فبسهلك نفسي. تعال نبص على الجراف اللي في الصيد بعدها هيوضح لك الدنيا جدا. البي جي دي بيستهلك وقت كتير جدا، ولكن هو احسن واحد بيديني اكيرسي في ان انا بوصل دايركتلي كده ايه للسنتر او للبوينت اللي انا عايز اوصل لها. الاس جي دي اللي احنا قلنا اتفقنا عليه دوت الاستوكاتيك، بص بتلاقيه بدا هنا اهو ونزل ورجع وبعد ولف وراح ورجع، ويفضل ماشي ايه ويلف حوالين نفسه ويروح ويفصل، يعني يفضل يلف يلف يلف، بس في الاخر هيوصل، وممكن يوصل في مراحل اقل كمان من البي جي دي. الام بي جي بقى لا، هو في شيء من العشوائيه ان هو عمال رايح يمين شمال يمين شمال، مش عارف اتجاهه الصح قوي، ولكن في نفس الوقت هو مش عشوائي بنفس الاس جي دي، وفي نفس الوقت برضو ما بياخدش نفس عدد الخطوات اللي البي جي دي بياخده، فهو جمع بين الحاجه الكويسه بين الاثنين، تمام؟ فغالبا بنستخدم الام بي جي دي اللي هو المينيمم باتش جريدينت ديسنت، تمام؟ ايه بقى موضوع البارامترز والهايبر بارامترز والكلام دوت؟ البارامترز اللي هي الحاجات اللي الماشين ليرنينج موديل بيتعلمها بنفسه، زي ايه؟ زي الدبليو والبي اللي احنا بنحاول نعمل لهم اوبتمايزيشن بقالنا شويه دول. انت والله قلت له ان انا عندي الدبليو وعندي البي، افترضهم باي حاجه وافضل اعمل لهم اوبتمايز لغايه ما تتعلم ايه هي او توصل لايه هي افضل قيمه ليهم، تمام؟ ايه بقى الهايبر بارامترز دي؟ حاجه انت بتحطها بايدك، بتعمل لها فاين تيونينج، زي ايه؟ زي الليرنينج ريت اللي احنا اتفقنا عليه دوت، وزي حاجه ثانيه اللي هي الباتش سايز، اللي هي ايه؟ لو رجعنا للام بي جي دي كان في ان كده تحت، لان الصغيره دي مسيبك من ان اللي هي دي الليرنينج ريت احنا قلنا عليها خلاص، الان دي. طب الباتش سايز دوت مين قال لك ان انت من 100000 تاخد 1000؟ انت اللي اخترت. ممكن والله، طب مين قال لك ان ال1000 دي هي احسن حاجه؟ اه طب ما تجرب تاخد مثلا 2000، جرب خد 100 بس، جرب خد 50، جرب خد 5000، جرب خد 50000، تقعد تجرب باتش سايز مختلفه. فزي ما انت مش عارف ايه الليرنينج ريت المناسب ولا عارف الباتش سايز المناسب، بتجرب كذا حاجه لغايه ما توصل للاوبتيمال فاليو اللي عندك في الاخر. هتلاقي في السلايد دي هنا بيقول لك، بيدي لك امثله على الهايبر بارامترز. هتلاقي ان انت عندك ان هو الليرنينج ريت اللي احنا اتفقنا عليه، وهتلاقي ان انت عندك حاجه اسمها الكي في الكينيرس نيبرز دي هنعرفها على اخر المحاضره، واللامدا في حاجه اسمها اللاس والريدج ريجريشن برضو هنتعرض لها على اخر المحاضره كده ان شاء الله. كلها بتكون كونستنس انت اللي بتلعب فيها بايدك ايه وتتحكم فيها، تمام؟ ولاننا ما بنحبش نسيب حاجه عشوائيه كده نقول لك جرب وبتاع، برضو بنعرفك انت بتجرب ازاي، ايه الالجوريثم اللي بتمشي فيها
عشان تسيرش الافضل فاليو للهايبر بارامترز. هتلاقي ان انت عندك ان هوت البروسيدر اللي انت بتسيرش بيها ان انت بتقسم الداتا بتاعتك اول حاجه برده للست والفاليديشن والتست، وبعدين بتوبتمايز الموديل بارامترز والكلام ده كله اللي احنا عاملين نتكلم فيه من الصبح. بس الخطوه رقم 3 دي ان انت بتسيرش على افضل قيمه للهايبر بارامترز بتاعتك. ايه بقى اللي بتسيرش عليها ازاي؟ هتلاقي فصل لك الخطوه الثالثه دي تحت لوحدها كده، وقال لك عندك حاجه اسمها الجريد سيرش والراندوم سيرش والهيورستيك انتجن سيرش والبيزين سيرش. بس هو هنا هيقول لك اول اتنين بس ايه عشان يديك مثال مش اكتر. جريد سيرش لما يكون عندك الهايبر بارامتر اصلا السكيل بتاعهم صغير فتقدر تجرب كل الكومبينيشنز بتاعتهم، ممكن تعمل حاجه زي كده. بس طبعا لما بيكون السكيل بتاعهم كبير زي ما انا بقول لك مثلا انت عندك 100,000، فانت طبعا مش هتجرب بقى 100,000 في 100,000 احتماليه فتضرب في مليون احتماليه او مليار كمان احتماليه فصباح الفل احنا ما استفدناش اي حاجه. فبيقول لك ان دوت بي اتمبت اكزوستيفلي سيرش، ان هو بيجرب كل بوسيبل البوسيبيليتيز ويوصل في الاخر لاحسن واحده طلعت لي حل، دي بقى اللي انا هكمل بيها. بس طبعا دوت هتلاقيه بيقول لك انا اكسبنسيف اند تايم كونسيومينج. تمام. الطريقه الثانيه اسمها راندوم سيرش، ان انت بتجرب شويه نقط عشوائيه كام من النص لو عشان ما تجربش كل الداتا اللي عندك، وافضل كام حاجه بيدوا لك نتيجه بتمشي معاهم وخلاص، او بتلاقي ان مثلا ايه الحبه اللي كانوا في المنطقه دي هم اللي بيدوني احسن سيرش، فتقوم تعمل ايه تنفض بقى كل الكلام دي هم دول قصدي، وتلاقي ان انت الحبه اللي بيدولك احسن فاليو في الاخر دول تجرب فيهم نقط اكتر كمان لحد ما توصل فيهم لافضل نقطه تكمل فيها بقى. ده افضل كومباينيشن ما بين كل ايه الهايبر فاليو بتاعتك. ده الليرنينج ريت المناسب مع الميني باتش سايز المناسب، الكلام ده كله ايه ظبط معايا خلاص ابتدي بقى اعلم الموديل بتاعي على سكيل اكبر. تمام. اخر ميثود عندنا بيتكلم عن الكروس فاليديشن، ان انت ازاي تفاليديت الداتا اللي عندك زي ما اتفقنا ان انت بتقسمها جزء للتريننج وجزء للتستنج في الاخر. في معضله بقى بتقابل الانجينيرز لما بيجوا يعملوا حاجه زي كده، ان انت سي ان انت عندك الداتا اهي تمام، فانت عايز تقسمها ان دوت اللي هتست بيه في الاخر ودوت اللي هترين صح. انت عايز تماكسمايز التريننج الجزء بتاع التريننج علشان يتعلم كتير ويستفاد، في نفس الوقت انت عايز تماكسمايز التستنج علشان تتاكد فعلا ان هو شغال على كل السكيل وعلى اي حاجه تديها له هيطلعها لك صح. فمتبقاش عارف بقى ايه الحته اللي في النص دي تحركها يمين ولا شمال، ما انت عشان تزود تريننج هتقلل التست وعشان تزود التست هتقلل التريننج، طب هظبطها ازاي؟ فاخترعوا حاجه او توصلوا لحاجه اسمها الكي فولد كروس فاليديشن. ايه بقى الكي فولد كروس فاليديشن دي؟ بيقول لك انت تاخد الداتا بتاعتك اهي ماشي وبتقسمها لكي اجزاء، عدد معين من الاجزاء وبتخليه كي، غالبا بيكون 10 بس ما تحفظش رقم 10 دوت كي وخلاص دلوقتي. تمام. اهو تعالى نقسم دي ل 10 حتت اهي، 1 2 3 4 5 واحنا قسمناهم نصين ادي كده 10 حتت. بتمسك اول جزء ده تمام دوت اللي انا هتست بيه وبترين على بقيه الاجزاء دي كلها، وبعدين في الاخر هتست على الجزء اللي انا ايه علمت عليه في الاول ده. خلاص خلصت اسيبني بقى بالجزء ده وامسك الجزء اللي بعديه اترين على كل اللي حواليه الا هو وتست بيه، وبعدين اروح سايبني منه وامسك اللي بعديه وهكذا. فانا عندي كي فولدز او كي بارتيشنز وبعمل كي مودلز. تمام. بمسك كل واحده واعمل موديل حواليها ان انا بدربه على اللي حواليها وبعدين في الاخر اعمل له تيست عليها هي. فانا في نفس الوقت عملت تريننج على كل الداتا اللي عندي، وفي نفس الوقت برضو عملت تيست على كل الداتا اللي عندي لحد ما اوصل ان انا بقدر بقى في الاخر اكومباين كل المودلز دي مع بعضها. فزي ما بقول لك اكون ان انا حققت ان انا علمته على كل الداتا وعملت له تيست على كل الداتا اللي عندي، ده بيوصلني لافضل بيرفورمانس وافضل موديل اللي عندي اقدر اوصله. كده احنا خلصنا الكي ماشين ليرنينج ميثودز، فاضل لنا الكومن ماشين ليرنينج الجوريزمز والكيس ستادي اللي في الاخر. بس انا قدامي التسجيل عدى الساعه ونص على بعد المونتاج، ما اعرفش هيوصل كام، فانا هقفل الفيديو على كده همنتجه وارفع لكم ان شاء الله الجزء دوت، وبعد كده هسجل الجزء اللي فاضل دوت وانزله ايه في ملحق كده او بارت 2 يعني المحاضره دي عشان الفيديو ما يبقاش طويل منه. ماشي، هكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.